مشاكل كتير مزعجة الحقيقة بتحصل لنا وإحنا داخلين على فصل الشتاء وكمان مع تغيير الفصول. طبعا داخلين على فصل الشتاء يعني الجو برد وحاجات كتير جدا، بشرتنا بقى بتتأثر بحساسية بتشققات بجفاف، حاجات كتير جدا الحقيقة ما بنبقاش عارفين نعمل إيه، وكمان بتزيد أكتر كمان لو إحنا مش متابعين أو مش ماشيين على نظام غذائي، وأعتقد إن إحنا كلنا ما بناكلش أكل صحي. عشان كده الحقيقة إحنا النهاردة في فقرتنا يعني جبنا حد يعني جميل جدا ومتخصص في يعني التجميل والبشره، هنتكلم بقى عن الروتين اللي المفروض نعمله، ايه الاخطاء اللي احنا كسيدات او بنات بنقع فيها وبنعملها علشان نتجنبها، مع الجميله حبيبه قلبي اللي كانت وحشاني جدا 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 تسنيم شهاب خبير التجميل وبشره. تسنيم اهلا بيكي. نرمين عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشاني جدا. وانت كمان بجد معاكي النهارده وانا جدا 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 حبيبه قلبي. زي ما انا قلت كده فصل الشتاء بندخل والجو برد فبيحصل جفاف تشققات حاجات كتير جدا، فقولي لي ايه سبب ان البشره بيحصل لها كده؟ بصي خلينا متفقين طبعا انه في كذا نوع بشره، اكيد كل الناس عارفه المعلومه دي. انواع البشره بتكون بشره البيبي اللي ما بيكونش فيها مشاكل كتير، وفي بشره دهنيه وفي بشره جافه. تمام. البشره الجافه الناس بتعاني من مشاكل كتيره جدا فيها في فصل الشتاء، وهي دي يمكن اللي بسببها احنا عاملين حلقه النهارده اكتر بشره يعني. البشره الدهنيه خلينا الاول نقول هو ايه سبب ان البشرات بتتغير مع الفصول. تغيير الفصول بالظبط. لما بنكون في الصيف بيكون في رطوبه عاليه قوي، فالوش بيفرز دهون، فالبشره الدهنيه مشاكلها بتزيد اكتر في الصيف. اوكي. لان هي اوريدي بتفرز دهون لوحدها، فمع الحر بتفرز دهون اكتر. فبالنسبه لي الدهني البشره الدهنيه اصعب مع الصيف. في الصيف وفي الشتاء العكس تماما بيحصل. الجافه هي المشاكل الدهنيه بقى بتتظبط في الشتاء. الدهنيه بتبقى طبيعيه جدا، مشاكلها قليله جدا، وكاد يكون في ناس ما بتعانيش اصلا من حاجه فيها. اوكي. بتبقى نورمال جدا. البشره الجافه بتزيد المشاكل معاها، بحيث طبعا ما فيش رطوبه فما فيش حر، مفيش اي حاجه بتدي للاوبشن للوش انه يطلع الافرازات والدهون، فبالتالي البشره بتشد جدا وبتبقى ناشفه جدا وبتبقى ممكن تعمل جلد ميت كتير. عايزه على طول نقعد يبقى ترطيب. ترطيب طول اليوم مش كل يوم. بشره جافه صاحبه البشره الجافه، لو انت في الصيف تهملي في ده عادي جدا، او مش بتحسي قوي فمش واخده بالك قوي من المرطبات والسكرابات والتقشير، فانت في الشتاء لازم تعملي ده اسبوعيا، مش هقول لك يوميا لانه خلينا صراحه مفيش حد يوميا بيهتم قوي كده ببشره. هو الواحد بس يمسح الميك اب او بيمسحه بالعافيه. انا كخبيره يعني بشره اللي طالعه اتكلم معاكي ما بعملش ده يوميا. بصي يعني بشرتك ده انا بصي 100 مليون مصري هيحسدوكي دلوقتي على بشرتك دي يعني ما شاء الله. حبيبتي يا نرمين. فلا يعني مش عايزين نعقد الناس قوي كده، الموضوع مش صعب، بس لا طبعا لازم نهتم جدا. طيب نهتم ازاي بقى؟ ايه الروتين اللي المفروض لو مثلا بشره دهنيه او بشره جافه او بشره مختلطه، ايه الروتين اليومي اللي انا المفروض اعمله؟ حاجات برضو بسيطه كده عشان زي ما انتوا بتقولوا احنا بنكسل اساسا. بنكسل جدا. فما فيش عايزه تقل على الناس بالزبط. وحاجات برضو الناس اكيد عندها كلها في البيت وعارفاها وبتاع. بصي خلينا نبدا الاول بحاجه. قولي لي يلا. نتفق انه الاول ما ينفعش نرطب غير لما نعمل تقشير. ليه؟ انا دلوقتي لو انا وشي مشدود جدا وناشف جدا من الشتاء ومن دخول الشتاء، انا كبشره جافه او دهنيه بس بفترض معاكي الاكتر طبعا في البشره الجافه. لو انا دلوقتي وشي مقشر ازاي هعمل ترطيب على الوش؟ انا كده برطب الجلد الميت اللي المفروض اصلا هيقع وعايزه ازيله. اوكي. في ناس بتتلخبط جدا في الحته دي. طيب ما تيجي تعملي الحاجات واحنا بنتكلم. أوكي. دلوقتي احنا هنعمل دي لكل انواع البشره ولا لكل بشره معينه؟ كل انواع البشره يعني اللي احنا هنعمله النهارده ده لكل انواع البشره حتى بشره البيبي. حلو قوي. طب يلا بينا. بصي بنعمل الاول تقشير، في فرق بين الترطيب والتقشير. طيب التقشير ده اقول معايا المكونات بقى بتاعته ايه؟ معايا في تقشير سواء تقشير شفايف او تقشير بشره الشجر السكر. اوكي. والشوفان، في ناس كتير ما تعرفش قصه الشوفان في التقشير، هو حلو جدا 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 للتقشير. في ناس بتستخدمه لوحده بدل السكر. ليه؟ لان في بشرات بتكون حساسه قوي يا نرمين، السكر فيها بيجرح البشره واحنا بنعمل. اوكي. طيب عشان بس ايه برضو الناس تبقى مركزه ونشوف المقادير. احنا اول وصفه سكر وشوفان بس. دي اول وصفه. يبقى سكر وشوفان يا جماعه اول وصفه للتقشير. دي تنفع له تقشير وش او تقشير شفايف. اوكي عادي. اوكي. طب ممكن سكر بني كمان؟ كنت بشوف ناس بتحط ممكن. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. اوكي. ونحط
عشان بس الناس اللي مش هتبقى فاهمه دول ايه، عشان دول حاجتين، هو ده شوفان بس ده شوفان مطحون وده شوفان عادي مش مطحون. بس طبعا انا بجيب لك شكل الشوفان كده، انا اللي هنحطه على وشنا لازم يكون مطحون، مطحون. مش هينفع احط الماده دي، مش هتعملي اي حاجه، مش هتعملي اي تقشير، انا بس دي للتوضيح. ضيعت حياتي انا في الغا، كنت بحط الشوفان زي ما هو كده، هو في ايه ايه اللي بيحصل ده؟ مفيش اي حاجه بتحصل. يبقى هنحط شوفان مطحون وسكر معلقتين ومعلقتين. تمام. أوكي. ونجيب طبعا زيت الزيتون برضو معلقتين. حلوة. يبقى يا جماعة الوصفة دي اللي هي وصفة التقشير، سكر، زيت زيتون، شوفان، وايه بقى؟ بن. البن ده بيقولوا بيفتح، ده حقيقي؟ ما هو ما انا بعمل التفتيح ليه بقى؟ لما بنيجي نقشر احنا بنشيل الجلد الميت. فالبن بيساعدني في ايه كمان؟ الجلد ميت ولو في غمقان او في حاجه، يعني تقشير مع تفتيح. ما هو التقشير له علاقه بالتفتيح بالظبط. انت لما بتروحي المركز تعملي تقشير بيفتحوا لك. طب سؤال، الوصفه دي تنفع لتحت العين ولا لا؟ تحت العين ما نجيش ناحيتها خالص. تحت العين منطقه حساسه جدا. ما نجيش ناحيتها. تحت العين منطقه حساسه جدا. وخذي بالك انا لسه كنت بقول السكر ماده خشنه جدا على الوش. طبعا. فلو تحت العين ده ممكن يحصل ضربات، حد يتعور حقيقي. يعني انا بشرتي حساسه جدا. لما باجي احط سكر وطبعا بنعمل تدليك زي ما هقول دلوقتي هنعمل ايه. انت هتقولي لنا بقى نعمله ازاي. فالتدليك بيبقى لا طبعا تحت العين ما نجيش جنبه خالص. لان التدليك لازم يكون كمان بالراحه. طبعا انا زيت الزيتون ملوش مقدار قوي، انت المفروض تحطيه لحد ما المكون يبدا يعمل ايه جوسي شويه كده. اوكي. اوكي. طب خليني اقول، لو احنا ما عملناش الوصفات دي ايه الحاجات اللي ممكن بقى تترتب عليه او وش يحصل له ايه؟ الاضرار يعني. الاضرار ان انت هتلاقي كميه طبقات جلد ميت مش طبيعيه. هتحسي ان انت وشك عنده حرقان غير طبيعي في الوش، لمجرد ان انت تغسلي وشك بس كده انت ممكن يجيلك حرقان فظيع من كتر ما وشك ملتهب، انت سايباه مش بترطبيه. ممكن يحصل لك غمقان في الحتت اللي بين دي اغلبيه الوقت. أيوه. الحتت اللي هي بين الشفايف دي الكيرف ده ممكن يحصل فيه غمقان رهيب لانك ما بترطبيش وما بتنضفيش. والحرقان غير طبيعي، ممكن توصلي لمرحله ان انت مش قادره تبتسمي من كتر شد الوش، ان هو لازم اول باول. طب وده كم مره في الاسبوع ولا في اليوم؟ بصي انا مش، انا زي ما قلت لك في الاول مش هنأفور قوي عشان الناس ما تخنقش، خليني انا موافقه مره اسبوعيا لو الناس هو الطبيعي قد ايه؟ مرتين في الاسبوع مثلا؟ مرتين. السكراب على الترطيب يوميا. لا الترطيب، لكن انا قصدي السكراب او التقشير ده بقى مرتين في الاسبوع كويس قوي. طب يا جماعه يعني مثلا مره يوم الجمعه كده وانتوا قاعدين بتعملوا حاجه سهله وبسيطه جدا، ومره ثانيه في وسط الاسبوع، ومش هتاخد ربع ساعه على الوش. نحطها ربع ساعه بس، لان هي مش بتضطر ان هي تنشف. هي مش هتنشف اوريدي لانه هي فيها زيتون، مستحيل هتنشف. هي مش حاجه هتنشف على الوش. اوكي. بناخدها وبنعمل تدليك دوران كده بس خفيف جدا جدا جدا، وبنيجي على المناطق اللي يكون فيها انت حاسه انه فيها جلد ميت كتير وفيها بتاع كتير، دي اللي بنضغط شويه اكتر. وبنفضل الدوران اكتر ربع ساعه. وبغسل وشي طبعا الاول. طبعا لازم. طيب سؤال، ابقى فاتحه المسام يعني ولا مش لازم المسام تبقى مفتوحه؟ هقول لك على حاجه بمناسبه غسيل الوش، لازم نكون ممنوع تماما 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 الصابون العادي على الوش. طبعا نرمي دي كارثه. كارثه كارثه. وبتزود على فكره الجفاف وبتزود الشفان للوش. لو عملنا بصابون، صابون جليسرين بيساعد جدا 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 على فتح المسام والترطيب. حلو. قبل ما نبدا بالتقشير. طيب حلو قوي. يبقى احنا كده عملنا التقشير خلاص، غسلنا وشنا، معلقتين شوفان، معلقه بن، زيت زيتون على حسب ما يبقى الوصفه جوسي. هنحطها على وشنا ربع ساعه وندلك وخلاص. بالزبط. وبعد كده نغسل الوش بالصابونه الجليسرين.